السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا اللي يمثل المنتخب الوطني هو العيدوني، لانه لاعب محارب في وسط الميدان، ويذكرني كثير بلاعب قديورة اللي كان هو يكون خليفة قديورة. صح الجمعية تاعنا اللي ما اتصلتش به، ما عطاتوش، ما نقولوش قيمته، ما عطاتوش مكانته، كانت ممكن لي امور عدة الله اعلم. ومبروك المنتخب التونسي. العيدوسي راهو وسط ميدان دفاعي، احنا يا صح بالناصر وسط ميدان دفاعي، لكن بطبع هجومي، مش كما كان عندنا قديورة، كان وسط ميدان دفاعي تلقاه قوي بدنيا وواقف في الصراعات الفرديه، لهذه اللي يفتقدها بالنصر، واللي عند اللي يتمتع بها اللاعب عيدوسي. حاتم طرابلسي، وفي الحاليين المساكني. طرابلسي يعرف يخرج بالكوره، يعرف يكور مليح حاتم طرابلسي، والمساكني عنده اللمسه تاع لاعب بلا ما يتدرب بلا ما ينطريني، عنده اللمسه تاع ملاعبي مليح يوسف المساكني. حطمنا دقائق الاخر، ايماجيني كاليفيكاسيون فاز دي بول كوب دافريك، احنا باش نطلعوا جاي يوسف المساكني في دقيقه الاخرى، مالغري تونس ما لعبتش مليح، خلاص جاي يوسف المساكني بلمسه واحده فضنا. نورمالمون يكون لاعب المساكني تكنيك مو ممتاز ويلعب مليح بزاف، صح مش ذكريات، ومركنا هدف مليح ياسر مع الجزائر، قعدنا في التاريخ قعدنا. لاعب جزائري المساكني عنده لاغريندا تاع الجزائريين. يوسف المساكني عنده تقريب ستيل تاع الجزائريين، يعني تاع لو تريبل، الدخول في المنطقه، يعني رجل لرجل مليح ياسر، هو يقدر يليميني اي جوار كما تقريب يوسف بلايلي تاعنا. يوسف مساكني بيان سير، خاطر مركنا بيت في دانيير مينوت تاع لاكوب دافريك الاخرى اللي خلانا نغليو وحدنا يعني. سليتي يعجبني المساكني، تما نحبوه ياسر، رقم واحد في تونس عندنا احنا، نحبو يعني نحبوهم كل لاعبي تاع التوانسه، كيفنا شغل بلادنا، حتى هي بلادنا تونس، نحبوكم الكل برشا كيما تقولوا انتم. كاين تميم، كاين طريق دياب، كاين الاخ اللي توفى وش اسمه، عقيد الله يرحمه، هادي رخيص، هادي رخيص هذاك اسمه، هادو كل سيدي كرون جوار. كاين الاخر وش اسمه هذاك اللي كان ديفونسور شعره طويل هذاك، خالد بن يحيى. كانوا دي جوار كبار في تونس، انا تمنيت يعني يكون طارق دياب كي كان عندي دانو، كان جوار مليح ياسر نتاعو، يعرف يمد البالون في وقتها، يلعب جو سامبل، عنده ان جو ديريكت، وكان يلعب ديجا بكري، الفوتبول تاعو كان مودرن، الفوتبول اللي كيلعبو طارق في ليزاني 70 80، فوتبول تاع درك، فوتبول مودرن، ما كانش يحكم بالون بزاف، كان يجي يمدها، عنده اون بال كوفرتور، عنده فيزيون، عنده اون تري بال فيزيون دو جو، وعنده ليكتور ثاني، ليكتور دو جو، يقرا البالون، يقراه سير تيران بعد. المساكني تاعكم يعني احسن لاعب، المساكني بس عنده خبره ولعب صح، ان شاء الله يكون جزائري كانت مليحه، خبره ويتمشى مع الكره الجزائريه، وعنده المراوغات، وهذا هو شعل، يلعب كما يلعب بليلي يعني. حنبال والله يعجبني في اللعب تاعو تاع الكره، يعجبني عنده لعب كيما تنجم تقول يوسف عطال تاعنا، كيما ياسر ناس جزائريين كيما حنبال، ما يلاشيش الكره خلاص، ويبقى ديما يعجبنا حنبال. انا تمنيته يعني يكون جزائري ويلعب معنا في الفريق الوطني. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.